جمال العيد بلمة الأهل وفرحة الأطفال وعجقة الزوار وأحلى اللحظات لما نجتمع مع بعض على طاولة واحدة وعلى لقمة طيبة. ومنشان هيك سلمى اليوم رح تحضر لنا طبق خاص بالعيد، ضلع خروف محشي على طريقتها. إذا حابين تعرفوا كيف بينعمل تفضلوا معي لمطبخ سلمى، وكل عام وأنتوا بألف خير. صباح الخير يا حلوين، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية وجمعة طيبة ومباركة لكم جميعا، ودعاء مستجاب إن شاء الله. اليوم رح نعمل مع بعض ضلع خروف. وقبل ما أبلش بدي بحب أفرجيكم شغلة، إنه نستعمل هون الإبرة والخيط. هذا المرطبان كان فيه معجون طماطم، بس عشان ما ونحن نشتغل ما نوسخ الخيط كله وامورنا. كل اللي بعمله بالسكينه فتحه من فوق، بحط الماسوره بقلبه، بصير اسحب الخيط وحاطه ملزقه بالواتس قطعه اسفنج، بحط فيها الابره عشان ما تضيع، وبعبيها طبعا كالعاده وبستعملها. اول شغله راح افرجيكم اياها انه هذا هو الضلع، بيجي اذا بتحبوا مع الرقبه مع الكتف، اللحام بيفتح لكم اياه، شايفين؟ احيانا شوي بينمزع معه هون، بس بناخد او انتم اذا بدكم بتفتحوه بالبيت بتفتحوه بالبيت. كل اللي بنعمله بس بنقطب هالفتحه، بنحاول يعني عشان بس نحشيه ما يسرب منه شيء. اي محل مفتوح بس سكريه بهالطريقه. رح اسكر انا لان عندي فتحه تاني، وبرجع لكم لخطوتنا الثانيه ان شاء الله. هلا خطوتنا الاولى، بعد ما انا قطبت اللي مبين انه في فتحه، عندي معلقة طعام فلفل أسود، نص معلقة لثلاث أرباع قرفة، ربع معلقة طعام جوزة الطيب، وربع معلقة أكتر شوي تلت معلقة فلفل أبيض، وكمان ربع معلقة هيل. كلهن مع بعض بالإضافة للملح طبعا، معلقة ملح رح أحط. رح اخلطهم ببعض وامسح الضلع من جوا ومن برا. وهاي الاكله طيبه بكل مناسباتنا الحلوه. هلا نحن مقدمين على عيد الاضحى، كل عام وانتم بالف خير، جمعه العيله واللمه الحلوه، وما بنقصى الا اللقمه الحلوه. بتمنى تجربوها. كل اللي بعمله كمان من الداخل بحاول قد ما فيي اولق ارش شوي صغيره، لان هلا رح ياخذ من نكهه البهار، البهارات اللي بالرز. وكل بهاراتي الباقيه رح اتركها لاستعملها للرز اللي بدي اعمله، رح اضيف كمان عليها شوي. وهلا خلينا نروح لخطوتنا الثانيه، نروح نعمل الرز، نشوف قديش الاستوى تاعه وشو بدنا نعمل فيه. هلا اول خطوه بالنسبه للرز، حطيت معلقه سمنه وشويه زيت نباتي، وبدي هقلي. اي نوع قلوبات انتم بتحطوها، انا اليوم راح احط صنوبر، بس طبعا فينا نحط صنوبر، لوز، فستق حلبي، يعني حتى خليط من هالمجموعة كلها. ومثل ما بقول دايما انتبهوا للصنوبر، ما منقليه قلية كاملة للون اللي بدكم اياه لقبل ما توصلوا اللون اللي بدكم اياه، لان هو من حم الزيت بيرجع بيحمر. وهلأ كل اللي بعمله بضيف عليه اللحمة الخشنة.
هلا بعد ما استوت لحمتي رح اضيف الرز. انا ناقعه 4 كوبايات لانه بحشي الضلع واللي بيبقى برجع بضيف عليه المي لانه مش رح اعمله استوى كامل لانه الضلع عندي شي 4 كيلو. انا بالعادي كل كيلو لحمه بياخذ ساعه بالفرن بس هو 4 رح احطه 3 ساعات وبعدين اتفقده، فبكفي مرحلة الاستوى الرز بالفرن هو بقلب الضلع. وصرتوا معودين علي هاي المرحلة كتير مهمة بالنسبة لإلي اني انا بضل هقلي الرز لتنشف ميته عشان بس تعملوا هالطريقة بعدش الرز يخبص معكم. هلأ رح اضيف البهارات اللي بقيت. ورح ارجع اضيف كمان فلفل اسود شوي. البهارات هي اللي بتطيبها، شوية قرفة، كمان رشة جوزة الطيب. بنفضل نحرك مثل ما قلنا لتنشف مية الرز يتقلى معنا، الرز بتغير لونه شوي. وما بدنا ننسى الملح. هاي رزاتي بعد ما قليتهن ونشفت ميتهن على الاخر، وبدي هقول هون انه لضلع صغير يعني كافي 2 كوباية، ولضلع وسط او مثل اللي معي كافي 3 كوبايات. بس انا مثل ما قلت بعمل زيادة وبحط على جانب كمان رز. هلا انا بالعادة بس اكون ناقعة الرز، كل كوب رز من هذا الصن وايت بياخد معي كوب مي مغلية لأني بنقعه ساعات كتير. يعني أنا اليوم رح أحط هلا لأن ما بدي يستوى كامل 2.5 كوب، يعني ناقص العيار 1.5 كوب، لأن هلا من البخار جوا بده يكفي استوى، واللي بيبقى عندي برجع بحط عليه مي وبكفي استوى قبل الغداء عشان أقدمه سخن. كمان رح اغطي عليهم وما احركهم ابدا ابدا، بستغل المي رح اوطي تحتهم لينشف ميتهم على الاخر بحركهم تحريكي. وهلا هيك نشفت المي رح احركهم تحريكه واحده وان شاء الله يعني مش رح اتركهم هلا لانه انا عم بعمله بنفس اليوم. بس الضلع من الاكلات اللي كتير مناسبه لعزايمكم لما تكون حلوه، بنعمل قبل بنهار يعني بالليل بتحضريه وتاني يوم بس على الفرن. وهلا كل اللي بعمله بجيب الرز وبحطه داخل الضلع، واذا حدا كمان بيساعدك هلا شوي رح اوصل لمحل انادي على حد من هالصبايا عندي يجي يرفع لي اياه لحتى يوصل اللحم الرز لجوا. بس يصير معي كتير الرز هون. كل اللي بعمله بالمعلقة الخشب لان ايدها اطول، وبطحش بالرز لجوا وبضل اعمل هيك لحتى اعبي كمية الرز اللي انا بدي اياها. اتمنى تكون واضحة الامور عندكم. هلا كل اللي بعمله بدي اسكر هالفتحة في هول السياخ، تعملولن هيك اذا بتحبوا كأنكم عم تقطبوه بس بهذا المثل، شايفين بيطلع هيك كذا مرة بتدخلوا لتنتو بتحطوا واحد تاني. بس انا صراحة للضلع بحب هقطبه، فهاي الابرة والخيط عندي بهذا الوقت. سامعين الضجة عم بتولع بنت الفرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة 200، وراح اغطيه بسيلفر طبعا، وراح احط بالصينيه مطيبات. هلا بتشوفوا
مش كأنه عم نخيط فستان وقطبة يعني صغيرة، لا شايفين عم بقى يعني المسافة. المهم امسك الطرفين ببعض، مش الابرة الصغيرة بس، لازم اعطيكم ملاحظة، الابرة الكبيرة، واحيانا بيكون عندي ابرة كمان اطول من هاي بتساعدني اكتر. هيك انتهينا. طبعا بجلي ابرتي بس اخلص بالصابون وبرجعها على المرتبان اللي عملناه اللي فرجيتكم اياه لهيك امور. وهلا راح اضيف المطيبات اللي حكينا عنها، حبة لومي، كم حبة هيل، كم كبشة قرنفل، عودين قرفة، وورق غار. راح ارفع الضلع واحطهم تحته. وهلا راح احط كوبين مي مغليه بعد ساعتين، مثل ما قلت على ارض الفرن راح احطه بعد ساعتين، ساعتين ونص بتفقده. واخر شيء بس يستوي على الاخر بكشف الورق القصدير وبحمره من فوق، راح ادهنه بشويه لبن واحمره. لازم يتسكر منيح لان بدنا اياه يستوي من البخار. هلا الضلع له ساعتين ونص او ثلاث ساعات الا بالفرن، مولع من فوق ومن تحت مثل ما قلت، وكل نص ساعه تقريبا او ثلاث ربع ساعه عم بطل عليه وبزيد له مي مغليه وبرجع بسكر عليه. بقدم معه لبن او سلطه وخليط من اللبن مع الطحينه. كل اللي بعمله بحط 5 حصوص ثوم بالبلندر مع شويه عصير ليمون مع 2 لـ3 حبات فلفل حار وشوية مي. وملح. لينعم الخليط بضيف لبن. وقليل جدا من الطحينة بس لأعطيه نكهة الطحينة. وبرجع بسكر عليه. وهذا خليطنا صار جاهز. وهاي الدهن بعد 3 ساعات بالفرن. وما شاء الله لحمته مستوية وكله تمام. دهنت بعد ما كشفته، دهنت وجهه بشوية لبن وحمرته. أتمنى ينال إعجابكم ورضاكم، وألف صحة وعافية على قلوبكم جميعا يا رب.